أيمن حسين. الله يا أبو طبر يا أبو طبر، تسوى الشمس تسوى القمر. يفتتح أول أهداف المباراة، يضرب لمنتخب الوطن، وعنوان الفرح للشعب ورمز الابتسامة للعشاق أيمن حسين، يعود ليواصل مرحلة التهديف الرائعة التي تألق على إثرها ليكون ثاني هدافي بطولة كأس أمم آسيا، ويسجل من علامة الجزاء. حاول أثرج لكن الكرة أخذت يده، حضروا لكن نتيجة 1-0 ما زالت العراق في البصرة ولا في مانيلا. العراق تسجل، ميمي في الذهاب، بايش في الإياب. الوانتو المرور داخل منطقة حسين علي، علي جاسم يسدد، بازت الكرة قائمة والتسديدة. الله، وعد وأوفى. وفي أيام الماجينة يا ماجينة، حل الجيس وانطينا، حل الجيس يا أمير والثلاث نقاط انطينا. نعم، في أيام الماجينة أمير العماري في منتصف رمضان يطلق المدفع في اللقطة الماضية، التسديدة بعد علي جاسم. هو وعد وأوفى، إي والله وعد وأوفى، تسديداته تدل على ذلك. قال وهو جول وفعل، نعم في اللقطة الماضية يسجل ويجعل من النتيجة هدفين مقابل لا شيء لمصلحة الأسود في اللقطة. راتب على الفلبين، أبعد نقطتين في المجموعة، كرة لعبت لأيمن حسين خطيرة، الثالث انهي. الله، أبو طبر فدوا لاسمنا، فدوا لعبنا وبكل شيء. يا ناس يخبل احنا، اي والله يخبلون، أيمن يخبل، يسجل، يتألق، يتعملق، يواصل العطاء، يحسم الأمور في 37 دقيقة. أبو طبر كما اعتاد، أبو طبر يسجل ثنائيته لهذه المرة. المرة الماضية كانت ضد اليابان، كنت أنا حاضر، نعم، ثنائية بالرأس أمام اليابان، اليوم ثنائية بالأقدام أمام الجارة الفلبين، وبالتالي ما بين اليابان ما بين الفلبين تأتي أهداف أيمن حسين، وبالتالي سجل جولين من أصل ثلاثة، أصبحت 3-0. اختل توازن أماني إيمانويل أجينالدو، أصبحت 3-0. من دور نجوم العراق أنا عاجبني، هجوم خطير الرابع. الله، شكو شي حلو بيك، غير انت عالم ثاني، اي والله يا زيدان، غير انت عالم ثاني يا عراق، غير انت عالم ثاني يا زيدان، يا ممتع يا فنان. يسجل رابع اهداف الاسود من خلال هذه المباراة، هذا الولد يسعد البلد، يضع بصمته مع منتخب العراق، اظن انها الاولى بالنسبة لزيدان. اقبال، يستلم الكرة داخل المنطقة على اريحية، ويسجل اول اهداف رابع اهداف المنتخب العراقي، وهدف الاول من خلال هذه المشاركة في هذه المباراة بالنسبة لزيدان. اقبال يسعد، يلعب الكرة لؤي بالراس. الله، نعم، اي والله، قلت علينا ان نعطيه حقه، علينا ان نعطيه الثناء. هو زيد تحسين في اللقطة الماضية، يتقدم من الخط الخلفي ويبصم على الهدف الخامس، الدول الاول انا متأكد لزيد تحسين مع اسود الرافدين، يسجل بالراس اللقطة الماضية، يجعل من النتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء في الدقيقة 78 من زمن احداث المباراة. نعم، هذا الولد يجب ان نعطي حقه، في الجانب الدفاعي متألق واراد ان يضيف لنا هذه الميزة. قال وانا بالهجوم ما شفتني،